دبي ريسنج لنقل وأحداث يوم التميز للكبار. انطلق الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للزمول المحليات العصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 8 كيلومتر، جوائزنا من المركز الأول حتى المركز العاشر جوائز غيمة نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نصير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. أرى اللي في المركز الأول الآن شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث شاهين، المركز الثالث شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد. المركز الرابع سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف اللاعد الهاجري. وفي المركز الخامس ما يروح في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. المركز السادس، المركز السادس ترى اللي في المركز السادس حشيم، حشيم لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم آل مجتوم صاحبة الكاسات والخناجر والناموس. ها هو شاهين ينفرد ويرقص على أرضية هذا الميدان، الرقص المعتاد، الرقص المعتاد من هذه السلالة، سلالة شاهين. يا سلام، شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين منذ البداية وهو يلاحق شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. مولع بعد ولع هناك في المركز الثالث لهجن العاصفة. يا سلام الواثق والخطير اتلاقوا في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات، وشاهين رفع راية التهديد. شاهين شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. الشعار السماوي لون السماء لون البحار، شعار النصر، شعار العزرة، وشعار العديد من السبك. ينتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز. تهانينا لأبو راشد، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول. تهانينا للمضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. مشكور يا أبو سلطان على هذا التضمير وعلى هذا الأداء الذي قدمه شاهين هنا في هذا الشوط. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة، المركز الثالث مولع لهجن العاصفة، وفي المركز الرابع، المركز الرابع والخامس الاثنين تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 8 كيلومتر في زمن وغدر 13 دقيقة 30 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تهانينا للمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثاني الذي وصل في المركز الثاني شاهين 13 دقيقة 33 جزء 1 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. مولع قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر. نشوف التوقيت، ساعة وصول، مولع إلى خط النهاية 13 دقيقة 40 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس. تواصلنا مستمرا حفلنا الكريم بحضراتكم.